السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نلتقي مرة أخرى زملائي زميلاتي الكرام لنتابع في سلسلة All About Complete Dentures. لا نحكي إن شاء الله عن الـ Primary Impression أو الطبعة الأولية. بدي أشير قبل البدء بالمحاضرة لضرورة متابعة محاضرات الأجزاء الثمانية السابقة ضمن سلسلة الأجزاء الكاملة أو All About Complete Dentures لضرورة معرفة الجانب النظري هذا وارتباطه الحقيقة بالجوانب العملية وخصوصا الامبريشن او الطبع، واخص بالذكر الاجزاء الخامس والسادس والسابع والثامن لانه الحقيقه لا يمكن المضي قدما في عمليه اخذ الطبعه اذا ما كان عندنا فهم كامل لتشريح المنطقه ولا الاسس النظريه والعوامل اللي بتساعدني وبتهمني في صناعه الاجهزه الكامله. بدي اشير في البدايه ايضا لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الروابط او من خلال الباركود، بيسعدني تلقي أي استفسارات أو اقتراحات من قبلكم. بدي أيضا أكد على حاجتي لدعمكم سواء من خلال مشاركة المحاضرة أو القناة أو من خلال تعليقاتكم المهمة جدا في ارتقاء القناة وتطورها، وأيضا من خلال اللايك اللي بيعطينا انطباع إيجابي وبيساعدنا وبيحفزنا على الاستمرار. خلونا نبدأ. في البداية نحن كتعريف للإمبريشن فينا نقول أنه الإمبريشن هي عبارة عن نيجاتيف، هي عبارة عن نسخة نيجاتيف لأي جسم نحن أو سطح جسم نأخذ الإمبريشن لإله. في الكمبليت دينشرز نحن راح نميز بالنوعين من الإمبريشن سواء البريليمناري إمبريشن والفاينال إمبريشن. بالنسبة للبرايمري إمبريشن أو بريليمناري إمبريشن فهي عبارة عن إمبريشن تتاخذ عادة بغرض التشخيص بغرض صناعة الطابع الإفرادي أو السبيشاليتري. أما الفاينال إمبريشن واللي هي راح تكون لاحقا راح نحكي عنها إن شاء الله فهي الإمبريشن اللي من خلالها بيتم صناعة الماستر كاست اللي بنصنع عليه بنعمل عليه الواكسينج ومن ثم بنصنع عليه الكمبليت دينشر. بالنسبة لمحاضرة اليوم عن البرايمري امبريشن فطبعا مثل ما حكينا هي طبعة تؤخذ بغرض التشخيص خطة المعالجة وصناعة الطابع الإفرادي يلي عليه نحن بناخد الفاينال امبريشن. طبعا خلال الطبعة الأولية هي أو البرايمري امبريشن بيتم صناعة الأمثلة الجبسية الأولية أو الستادي كاست أو الأمثلة الدراسة يلي من خلالها أيضا وبيتم أخذ الطبعة الأولية طبعا مثل ما بنعرف كلنا من خلال ستوك تري من خلال طوابع جاهزة بيتم من خلال أخذ الطبعة الأولية. طبعا مجموع ما ذكرناه من خلال المحاضرات السابقة بأكد عليه على أنه الإمبريشن سواء برايمري أو فاينل لازم تعطيني أو تغطي كل العوامل التشريحية كل النواحي التشريحية وكل المناطق يلي بتساعد في تثبيت الجهاز ونجاحه، وأيضا ضرورة أنه تكون دقيقة. البعض بيعتبر أنه الطبعة الأولية مرحلة ممكن تجاوزها بيروحوا فورا للفاينل إمبريشن، أو أنه هي طبعة متسامحة ف بيتم أخذها بشكل اعتباطي عشوائي وعلى أساس أنه بعد هيك بالطابع الإفرادي بيتم عمل بيتر إمبريشن. بس الحقيقة لا يمكن الحقيقة أنه نحن نوصل لنتائج إيجابية إذا كان عندنا المقدمات مو دقيقة ومصحيحة، فضروري نحن نبدأ بشكل صحيح ودقيق. هذا الأمر بيريحنا في خطواتنا اللاحقة. فإذا باختصار نحن فينا نقول أنه البرايمري إمبريشن هي إمبريشن ليست دقيقة بشكل كامل، هي over extended بطبيعة الحال لأنه حواف الطابع ما تم صناعتها وقولبتها بشكل متناسب مع المناطق التشريحية للريج وللبيشنت، وهي static بطبيعة الحال نحن ما نطبق أي ضغط، وأيضا تأخذ من خلال الستوك تري ما نستخدم معها أي special tray. طيب شو الخطوات في أخذ primary impression؟ نحن بعد ما عملنا التشخيص للمريض بيهمنا نعرف أربع أمور تتعلق بأخذ البرايمري إمبريشن. الأولى هي وضعية المريض ووضعية الطبيب بالنسبة إله، أيضا اختيار مادة الطبع ومهم جدا اختيار المادة قبل اختيار التري، واختيار طبعا التري أو الطابع، وأخيرا تقنية أخذ الطبع. خلونا نبدأ مع seating of the patient. فبالنسبة لوضعية المريض، الوضعية المفضلة للمريض للطبيب بالنسبة للمريض هي الوضعية 11 بالنسبة للفك العلوي والوضعية 7 بالنسبة للفك السفلي، بمعنى أنه نحن بالنسبة للبيشنت يمين وخلف المريض في الرايت رير بوزيشن 11 أوكلوك مثل ما حكينا في حال أخذ الطبعة للفك العلوي، وبيكون الرايت فرونت بوزيشن 7 أوكلوك بحال عم يأخذ الإمبريشن للفك السفلي. مثل ما نا شايفين هاي وضعية أخذ
الطبع على الماكسيلري امبريشن، وهي وضعيه اخذ الامبريشن للمانديبل. بالنسبه لطبعه الفاكسوفلي يفضل انه البيشنت يكون على مستوى كتف المريض تقريبا، اعلى من هيك بشوي، وبالنسبه للفك العلوي فبيكون تقريبا على مستوى كوع الطبيب. الخطوه الثانيه بعمليه البرايمري امبريشن هي سيلكشن اوف ذا ماتيريال. طبعا اختيار ماده الطبع يعني بتضبطه مجموعه من العوامل. نحن بشكل عام عندنا ثلاث مواد تؤخذ، ممكن اخذ الطبعه الاوليه من خلال اول برايمري امبريشن. عندنا الريفرسبل هيدروكلويد الاجينات، وعندنا الباتي البادي سيليكون روبر بيس، وعندنا الامبريشن كومباوند. الامبريشن كومباوند اللي هو بيجي على شكل كيكس اقراص باللون الاحمر. بالنسبه للاجينات طبعا نحن بنعرف جميعا ما في احد لم يستخدم الاجينات في العياده، هي ماده ميزتها انه هي سهله المزج، رخيصه الثمن، ما بتحتاج اي معدات خاصه مثل مثلا الاجار اجار، تتميز بلزوجه مناسبه لانه هي تاخذ شكل النسج، ما تكون فيري ليكويد فما نقدر نضبطها، او ما هي فيري ستيكي بحيث انه مثلا تعلق بالاندركاتس، فمن هون نحن بنفضلها بالامبريشن بشكل خاص لما يكون عندي مثلا ريتينشن ارياز كثير بالمانديبل او بالماكسيلا، فهي تكون ماده مفضله الى البرايمري امبريشن. طبعا ايضا ضمن الشروط وظروف العمل رح نحكي كمان وقت ناخذ الامبريشن، تعتبر هي ماده مستقره الابعاد لحد معين، وايضا تتواجد طبعا مثل ما بنعرف اما بكيس او بعلبه بشكل بودره وبتمزج مع الماء. اهم خواص الاجينات بالنسبه لزمن العمل، فاحنا عندنا بالنسبه لنوعي الاجينات الريجولر تقريبا بيعطيني زمن عمل دقيقتين الى 3 دقائق، كل فاست بيكون بيعطيني تقريبا زمن عمل من دقيقه لدقيقتين. بالنسبه لزمن التصلب او سيتنج تايم، مع الريجولر بيوصل لخمس دقائق، من دقيقتين لخمس دقائق، ومع الفاست فبيكون تقريبا من دقيقه الى دقيقتين، فبنكون منتبهين لزمن العمل والتصلب بيأثر كثير على خواص الجينات وعلى اخذ طبعه دقيقه وجيده. كلنا بنعرف طبعا انه من الاشياء اللي بتاثر على تفاعل التصلب الى الجينات وتاخير او تسريع زمن التصلب، فاحنا نعتمد على اما النسبه بودره سائل، بطبيعه الحال كل ما زاد السائل فبتاخر زمن التصلب، وعلى طبعا درجه حراره الماء، كل ما ارتفعت درجة حرارة الماء اللي عم نستخدمه في المزج فهذا بيؤدي لتقصير زمن التصلب والعكس بالعكس. ننتبه طبعا بالنسبة للأجينات انه نحن يكون معدل البودرة ليكويد مضبوط بشكل كويس، واذا كانت الانستراكشنز للمانوفاكتشرر للبرودكت او للأجينات موجودة فحبذا لو نحن نتقيد فيها للحصول على القوام، ما هو يكون تو ثين ولا يكون تو ثيك. يفترض انه دائما يكون في فراغ مناسب. حنحكي لما نحكي عن اختيار الطابع لمادة الألجينات، هي من المواد اللي بتحتاج مسافة لما ناخد طبعة فيها بينها وبين الريج اللي عم ناخد الامبريشن إله، بدنا نتجنب عملية أي حركة أثناء أخذ الامبريشن بالألجينات، هي مادة حساسة وسهلة إنه يحصل لها سهولة، ممكن يحصل لها بسهولة ديستورشن أو التواء، فهذا بيعطيني بطبيعة الحال طبعة غير دقيقة. بنستنى عادة تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق قبل ما انه نحن نسحب الامبريشن او الطابع، لانه الحقيقه حركه النزع السريعه من الفم لانه تزداد مخاطر حصول تشوه في الطبعه. من اكثر المشاكل اللي نحن عم نحكي كماده الجينات اللي بننتبه لها كمشاكل معاها ممكن تحصل، هي انه يحصل تصلب سريع ما يخلينا نقدر نقوم باخذ الطبعه بشكل مناسب. هون نحن بنركز على درجه حراره المياه، يفضل انه ما نغير بالنسبه لبودره ماء للحصول على زمن تصلب اطول، لا نحن بنعتمد على درجه حراره الماء. ممكن غالبا بيكون هذا التصلب السريع بسبب انه حراره الماء بتكون نوعا ما مرتفعه، وعلى النقيض من ذلك ممكن نلاحظ انه زمن التصلب في بعض الاحيان بيكون بطيء ومزعج للمريض، لانه كلنا بنعرف انه وضع الطابع في الفم لفتره طويله مزعج، فهون بننتبه كمان لدرجه حراره المي، ما نحاول نلعب بالنسبه لبودره المي. بالنسبه للفقاعات هي من المشاكل اللي بتحصل بسبب احتباس الهواء، بيعطيني air bubbles. ننتبه للمزج بشكل جيد ومتجانس، المزج بشكل سريع بحيث يكون في ضغط على البول بحيث يعطيني homogeneous تقريبا mixture. كمان المشاكل اللي بتحصل مع الأجينات هي حصول distortion. أول شيء كتير ننتبه أنه ما نزود الماء بعملية المزج، وأيضا لأنه نحن ما ننزع الأجينات بسرعة، ولأنه ما نحرك الإمبريشن أثناء أخذ الطبعة تكون إيدنا ثابتة لحين
تصلب المادة. وبننتبه لضبط الكمية بحيث تكون بكمية مناسبة على قد الطابع بالضبط، ما نزود كتير بالألجينات، خاصة بالنسبة للبيجينرز بيعملوا لخوفهم من أنه في مناطق ما تظهر طبعتها فبيزودوا بالألجينات، هذا شيء غير جيد طبعا، رح يأثر على الإمبريشن وانزياح المزعج اللي حواليها، زائد أنه هو كمان بيعطيني بالك أوف ألجينات بيكون مزعج للمريض، ممكن يسمى بالفوميتينج ريفليكشن. فمهم أنه نحن نركز على أنه نحط الكمية المناسبة تمام. بالنسبة للمادة الثانية اللي نأخذ من خلالها الامبريشن هي الامبريشن كومباوند، أيضا بسبب لزوجتها، بسبب قدرتها على التليين بدرجة حرارة تقريبا 45 إلى 55 درجة سيلسيوس، ممكن تليينها لتأخذ شكل النسج وتعطيني امبريشن جيدة ودقيقة، وأيضا مع استقرار أبعاد معقول إلى حد ما. بدنا ننتبه أنه بسبب صلابة المادة بعد صلوبها أنه ما نستخدمها في الريج اللي بيبقى فيها ريتينتيف ايرياز بشكل كبير، بيصير محبذ بهذه الحالة انه ناخذ الامبريشن بالالجينات او ممكن حتى ناخده مع الباتي. بالنسبة للامبريشن كومباوند بدنا هيك نحكي عن بعض الامور اللي بتخص الامبريشن من خلالها، هي طبعا مثل ما قلنا بتتلين بدرجة حرارة تقريبا 45 إلى 55، بنستخدم عادة مع الفك العلوي تقريبا قرص ونص، ومع الفك السفلي مستخدم أو بكفي 1 كيك. طبعا كتير ننتبه أثناء استخدام الامبريشن كومباوند أنه ما يكون لصاق، لهيك من الخطأ رفع درجة الحرارة بشكل كبير. مع درجات الحرارة بالنسبة للماء اللي عم نلين فيه الامبريشن كومباوند بيصير كتير لصاق. مهم كمان نحن ندهن فازلين فم المريض مشان ما يحصل له، حتى على الجلافز اللي عم ننزج فيها بيساعد هذا الشيء أنه نحن نقدر نكيف الامبريشن كومباوند بعد تنينه على شكل كرة، وبعدين بنفرده على شكل اسطوانة داخل الامبريشن بيتم فرده، بحيث كمان نضغط من المنتصف بحيث يوافق شكل الريج، وبعد هيك بناخد الطبع. ايضا من الاشياء النقاط اللي ممكن نحكيها من خلال الامبريشن كومباوند هو انه نحن بعد ما نلين ونحط في الامبريشن نرجع نلين مرة تانية في المي قبل ما نروح ونحط الامبريشن وناخد فيها الامبريشن من فم المريض. بالنسبة للسيليكون باتي طبعا مادة ممتازة، ثبات أبعادها جيد، سهلة التعامل، خواصها بشكل عام مناسبة لمعظم حالات البرايمري امبريشن للكمبليت دينشرز. يمكن مشكلتها الوحيدة هي أنه أو تعتبر يعني أغلى ثمنا من المواد الأخرى اللي ممكن نستخدمها بالبرايمري امبريشن. بعد ما حكينا عن وضع المريض والطبيب وحكينا عن اختيار المادة، نحكي الآن عن اختيار التري. واختيار الطابع مهم جدا الحقيقة للحصول على طبعة دقيقة. بشكل عام نحن لازم نميز بين نوعين التريز. كلنا بنعرف في التريز العادي اللي يستخدم لأخذ الدينتشلس امبريشن، والامبريشن أو التريز اللي تأخذ لأخذ الامبريشن للدينتشلس بيشنت. بنلاحظ بالتريز يلي للأسنان اللي الناس اللي عندهم أسنان إنه بتكون بشكل مربع من الخلف في المقطع العرضي، لكن بالنسبة للإيدينشلس تري فبتكون بشكل دائري. مثل ما أننا شايفين دائما بسبب أنه اللونج فلينج للتريز للأسنان للمرض اللي عنده أسنان فبتكون أخذ مثل شكل مربع من الخلف، في حين بنلاقيها بشكل مدور أوفل أند نارو فلور للإيدينشلس تريز. بالنسبة للبرايمري إمبريشن نحن بنحتاج الستوك تري، ما لنا بحاجة للسبيشال تري اللي أصلا بيتم صناعته بناء على الستوك تري. طبعا نميز ايضا بين الطوابع المعدنيه والبلاستيكيه. بشكل عام الطوابع المعدنيه مفضله بسبب امكانيه التعقيم، الطوابع البلاستيكيه ممكن تكون مفضله ببعض الحالات اللي بتحتاج تعديل في الشكل من ناحيه تليين البلاستيك وتغيير ابعاده، بحال انه نحتاج للتعديل من خلال اضافه ممكن احنا انه تكون الاضافه على المعدني او على التري المعدني ما في مشكله. بدنا نميز ايضا بين البيرفوريتد والنون بيرفوريتد تري، بين طوابع مثقبه وغير مثقبه. في حال ناخذ الامبريشن بالالجينات فطبعا لازم نستخدم بيرفوريتد تريز، ممكن استخدامها ايضا مع الباتي. النون بيرفوريتد هي مفضله مع الامبريشن كومباوند، مع الباتي بنستخدم ايضا ادهيزف، ممكن ايضا الجينات بس كمان مثل ما حكينا بنستخدم ادهيزف، وان كان يفضل طبعا بهالحاله المثقب. بدنا نميز ايضا بين نوعين من التريز، نوع بيجي الريم البوردر ريم تبعه مفتوحة ونوع بتجي كلوزد. الكلوزد ريم بلوك هي بتعطي نوع من التثبيت، فهي مفيدة في تثبيت المواد، فممكن استخدامها مع الجينات
بتعطيني ثبات أكبر. بالنسبة لي أنا بفضل الأوبن ريم أكثر قدرة على تنطبق على السنخ المريض من دون ما تسبب ضغط أو ألم للبيشن. هذا هو يعني اللاصق اللي كنا عم نحكي إنه بنستخدم بهي الحالة لاصق. في أنواع كتير حنلاقي اللواصق موجود في الماركت. طبعا هناك كثير من العوامل مثل ما قدمنا للموضوع اللي بتحدد لي اختيار التري. نحن التايب اوف اوريشن ماتيريال يعني نوعيه الماده بتحدد لي مثل ما شفنا انه البرفوريتد المثقب بيستخدم مع الجينات والغير مثقب يفضل مع الامبريشن كومباوند. ايضا حجم الارج بيلعب دور. نحن بنعرف انه في عندنا اما مثلا بعض التريز بتجي بقياس ال ام و اس او انه تجيني بقياسات من 1 إلى 5 أو إلى 6 حسب الكومباني. فاحنا مهم جدا نقيس التري بحيث يكون مناسب. لازم يكون التري تقريبا بينه وبين الارج او الريج المتبقي تقريبا 5 ملم. لازم يمتد ليغطي الحدب الفكيه او تبرسيتي في الماكسيلا ويغطي لي الريترو مولار باد ايريا بالمانديبل. عندنا كتير طرق لنحدد السايز. نحن ممكن نعتمد على الطريقة التقليدية انه نحن بنحط التري اذا لقيناه كتير ضابب على السنخ فهذا معناه انه هو سمول. اذا كان كتير طالع والحواف تبعه عم تعمل لي نوع من الديسبليسمنت للليبس او للتشيكس وللتيشز حول الارج ففي هيك حالة هو بيكون كبير. بشكل عام نحن مثل ما حكينا يفضل انه يكون انطباقه من غير اي ضغط على النسج الرخوي يحتوي الارش مع مسافة تقريبا 5 ملم مثل ما شايفين بحيث يكون في عندي فراغ بين التريل وبين الارش لحتى تقدر المادة تطبع تندخل وتاخذ وتعطي الامبريشن بشكل دقيق مثل ما شايفين. هذا هو التوضع المثالي للتريل. مثل ما قلنا لازم يغطي كل النسج يغطي لي لحتى الهاميلور نوتش يوصل للهاميلور نوتش ويوصل للبوست دام إيريا بالنسبة للماكزيلا ويوصل يغطي لي الريترو مولار بادز إيريا بالنسبة للمانديبل. في حال أنه التري كان مناسب لكن ناقص شوي عن حجم الأرش وإذا أنا بدي أخذ مقاس أكبر حيعطيني تري غير ملائم للأرش اللي عندي ممكن نحن نفس التري الكويس أنه نمده من الخلف إما بواكس أو من خلال الامبريشن كومباوند. الطرق ايضا اللي ممكن نحن نقيس من خلالها اذا كان التري مناسب انه نحن نقيس بكاليبر بفرجار بنقيس المسافه بين منطقتي المولارز على المانديبل وعلى الماكسيلا وبنوافقه او بنقيس نفس المسافه على عرض الطابع على عرض التري علوي وسفلي. هيك بنقدر الى حد ما نقترب من التري المناسب. بهذا القدر سأكتفي بالنسبة لمحاضرة اليوم منع للإطالة. أتمنى أن محاضرة اليوم كانت مفيدة وتشكر إصغائكم. إن شاء الله نتابع في المحاضرة القادمة الحديث عن تقنية أخذ الطبعة الأولية بحيث نأخذ طبعة خالية من المشاكل والعيوب ونقدر من خلالها نبني أو نصنع الطبع الإفرادي سبيشال تري وبالتالي استكمال الخطوات اللاحقة من خلال محاضرات أخرى ضمن هاي السلسلة. بتمنى انه ما تبخلوا علي في الدعم من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك. في حال وجود اي استفسار في حال وجود اي اقتراحات لمواضيع بتحبون نتناولها ممكن الحقيقة ذكرها في التعليقات. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.